السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس تعلم برمجة الهواتف الذكية باستخدام الأداة الرائعة فلاتر وباستخدام اللغة الجميلة دارت. وبعد ما توقفنا لمدة حلقتين عشان نشرح إزاي نحدث الأندرويد ستوديو ونحدث الفلاتر اس دي كي أو الفلاتر انجن بتاعنا عشان خاطر ما يعملش مشاكل مع النسخ الأحدث من المكتبات اللي بنشتغل معها، فهنكمل في المشروع بتاعنا بتاع الويزرد اللي هو السيرش فور ويزرد. فخليكم معانا وركزوا جدا جدا جدا. اول حاجة نيجي هنا نعمل موديول، نخش نعمل دارت فايل اهو نسميه ويزر موديول. الويزر موديول دوت هنبدأ نحط فيه ايه بقى القيم بتاعنا، ممكن نسميه كلاس. اهوت ويزر موديول، نفتح قوس ونقفله ونبدا نحط فيه البروبرتيز بتاعتنا. مثلا نقول هنا فاينل وهنا التمب درجه الحراره والبريشر الضغط وهنا وهنحط كمان ايه مثلا، هنقول وهنضيف القيم دي كمان الهمادي والتمب ماكس والتمب ميد. ماشي، ونبدأ نعمل لكل واحد منهم فانكشن ترجعه بالدبل ده. هنا جيت تمب وجيت ماكس تمب وجيت ميد تمب، دي كلها الحاجات اللي بناخدها من ايه الاي بي اي، فهنحطها كلها في الويزر مديول دوت. وبعد كده نضيف زي ما انتم شايفين كده الكونستراكتور بتاع الكلاس دوت عشان نبدا نستخدمه في ايه في البروجكت بتاعنا بمنتهى البساطه خالص. هنضيف نيو دارت فايل تاني وهنسميه ويزر ريبو على اساس اختصار لويزر ريبوزيتوري، يعني عشان نستخدم الخاصيه بتاعت البلوك. ماشي، ونبدا نضيف ايه ال HTTP بتاعنا، بورت HTTP اسمه سكاي، المفروض باكج HTTP، ثانية واحدة باكج HTTP HTTP دوت دارت اهوت. ممكن نسميه از HTTP عشان نستكتبه على طول، نقدر نجيب الكلاسز اللي جواه. وهنا امبورت كونفرت دارت دوت كونفرت. وبعد كده هنسميه نعمل هنا كلاس وهنسميه مثلا ويزر ريبو. وهنا هنقول هنا مثلا ايه فيوتشر عشان نبدا نتعامل عن طريق الموديول بتاعنا. نحط هنا ويزر موديول، ماشي، هيبدا ياخد لك الريفرنس بتاعه بشكل تلقائي. وهنا هنسميه هنا جيت ويزرد سترينج، مثلا هنقول هنا السيتي نيم والاسينك بتاعنا، ونفتح القوس ونقفله. نبدا ندخل بقى هنا جوه الفانكشن ديت فاينل، مثلا نقول هنا ريزلت عشان نتصل بالاي بي اي بتاعنا يساوي اويت. وهنا اتش تي تي بي دوت ممكن كلاينت هنا كلاينت دوت جيت، ونبدا نحط هنا الرقم بتاع الاي بي اي بتاعنا اللي انا هسيبه لكم في الكود هنا تقدروا تستخدموه. لكن اللي عاوز يخش يعمل سبسكرايب في القناة ديت او في الموقع دوت عشان خاطر ياخد اللينك بتاعه مفيش مشاكل، اللينك دي هتلاقوها شغالة برضو من غير اي مشاكل. نحطها هنا، ماشي، بس طبعا نحطها بين قوسين
كده اوكي، ونحط سيميكون. طبعا هنا مكان الكيو داش سيتي ده عشان ياخد هنا اسم السيتي من هنا، لان طبعا الكويري مبعوت اهوت كيو اللي هو المدينة بيساوي داش سوري بيساوي اسم السيتي، فاحنا نبعت له اسم السيتي عن طريق السترينج دوت ويجي يسمع في الحتة دي كده اهوت. طبعا كود الغلط هنا بيساوي 200، فهو هنقول له هنا اف ريزلت دوت مثلا فاليو، لا هي مش فاليو، هي ستيتس كود يساوي 200 ماشي. فانت لازم هنا تعمل اكشن، هنقول مثلا هنا ثرو اكسبشن تمام كده اهوت، وبعد كده نبدأ نحط هنا نعمل فانكشن تانية نوعها اوزر اوزر موديول موديل سوري نعمل موديول بريست جيسون، وهنا فاينل ونحط فاينل نسميه ريس بونز. نبدأ ندخل له بقى ايه هنا الجيسون بتاعنا بنفس الاسامي اللي طالعه من الايه من الوزر ميديول. فمثلا هنقول له هنا ريتيرن وهنا ويزر ويزر موديل اهو. نبدأ ندخل له بقى القيم، بس طبعا هندخلها كأنها از جيسون. تعالوا نرجع للوزر موديول هنا كده ونعمل نضيف في ريتيرن قيمة تانية، هنستخدم هنا الفاكتوري ونقول هنا وزر موديل دوت فروم جيسون مثلا فروم جيسون، ونفتح القوس ونقفله ونحط هنا ماب سترينج وهنا دايناميك، هنا هنقول هنا جيسون اوكي. نفتح هنا قوس ونقفله ونبدا ندخل ايه ريتيرن تايب بتاعنا ريتيرن، هنقول هنا ويزر نحط هنا مثلا ايه جيسون ونبدا ندخل القيم بتاعته بس از سترينج كده. فنحط هنا 1 2 3 4 ندخلهم هنا بكده، احنا جبنا القيم وحطيناهم في ايه في الويزرد اسف هنا وزر موديول وزر موديل قصدي تمام كده اهوت ماشي كده، عشان ايه نرجع الصيغ ايه من الجيسون على طول هنا في الويزرد كلاس ماشي. تعالوا بقى نرجع للويزر ريبو ونرجع هنا للفانكشن ديت، هنقول هنا فاينل عشان نستخدم الريتيرن القيمه الريتيرن الجيسون هنا جيسون دي كود هيساوي جيسون دوت دي كود، وهندخل هنا الريسبونز اللي عندنا تمام كده اهو، ونستخدم كمان جيسون ويزر مثلا، هنعمل متغير تاني فاينل فاينل جيسون ويزر، وهنقول ده هيساوي الجيسون ديكودد، وهندخل فيه هنا كلمة مين وهنقول هنا بقى ريتورن الفانكشن اللي لسه كنا عاملينها في الوزر موديول وزر موديل مش عارف الموديول عماله معلقه معايا خالص ايه، ونستخدم هنا جيسون وزر عشان نرجع القيمه من ايه من وزر هادي كده وزر جيسون وزر تمام كده. هنعيد بقى استخدام البلوك بان احنا نعمل نيو دارت فايل تاني ماشي، وهنسميه وزر بلوك اوكي، و
هنمبورت فيه البلوك دوت دارت، بلوك دوت دارت، وهنمبورت فيه الايكوبل دوت دارت، ايكوبل دوت دارت. وهنستخدم هنا الكلاس، وهنقول هنا نعمل كلاس هنسميه مثلا هنا الويزر ايفنت، والويزر ايفنت دوت بي اكستند من الايكوبل. هو رافض الاولانيه ديت، اوكي مفيش مشاكل، نستخدم التانيه ايكوبل. وهنيجي ده هوت هنا هيعمل ميسج اوفرلود بتاعه اللي هو ايه، بيجيت مجموعة من الاوبجكت وبيرجع نال. لا احنا عايزينه يرجع مفتوح كده اهوت، يرجع اري مفتوح. ومثلا هنسميه مثلا نعمل واحد اسمه فيتش ويزر، و يعني كلاس تاني غير دوت. الويزر ده مكتوب غلط، فيتش ويزر ده طبعا بي اكستند من الويزر ايفنت، ماشي. وهنعمل كلاس تاني هنسميه مثلا ريسيت ويزر، ده برضو بي اكستند من الويزر ايفنت. كل دوت عشان اعرف عشان اعرف اجيب داتا من الاي بي اي بتاعي. هنا الكلاس هنا ويزر ستيت بي اكستند من الاكوبابل، وبرضو هيجيله هنا كده ويبقى عاوز الميسنج اوفررايد، وهيرجع نفس الميسنج اللي عملناه من الايه، من الوزر ايفنت اللي فوق. وبرضه هنقول هو هيرجع ايه اري كده اهوت. لسه هنحدد دلوقتي نعمل كلاس وزر از نوت سيرشد، وهنا بي اكستند من الوزر ستيت، ماشي. بنعمل كلاس تاني وزرز لودنج بي اكستندد من هنا الوزر ستيت. وهنعمل كلاس تاني مش لودد لودنج بقى، لا خليه لودد بس، بي اكستند من الوزر ستيت. هنيجي هنا للويزر نوت لودد، ده كمان بي اكستند سوري. وهنعمل هنا كلاس كمان للويزر از نوت لودد بي اكستندز من الويزر ستيت، ماشي. وبكده يبقى احنا ايه جبنا كل الكلاسات الموجودة والايفنتس جمعناها في مكان واحد. نيجي بقى هنا نعمل بقى البلوك بتاعنا. هنا كلاس ويزر بلوك، وده هي اكستند من هنا البلوك. والبلوك دوت هنا الويزر ايفنت، وهنا الويزر ستيت. نفتح قوس ونقفله ونشوف بقى هنا الاوفررايد بتاعنا اهو، تو ميسد اوفررايد جيت و استريم وزر ستيت، عشان هنا طبعا اللي هيتنفذ الايفنتس بتاعت ايه الاستقبال من الاي بي اي، واقدر اتعامل معاها عن طريق الايكويتابل. هنا نيجي هنا دوت نشتيت، لا هنقول هنا وزر از نوت
ايفل از نوت سيرشد هنا دوت لو دوت، وهنيجي هنا كده اهوت، هنلغي ريتيرن خالص، وهنقول له هنا اف الايفنت مثلا از يعني اللي هو هنا بقى يبقى ايه الايفنت بتاع الفيتش ويزرد از فيتش ويزرد. اوكي يبقى انت هتستخدم طبعا يلد هنا ويزر از لودد. يلد مش شغالة هنا عشان خاطر انا مش مستخدم الاسينك. ايوه كده تمام. وهنا هنستخدم بقى نعمل تراي كاتش. وهنا الويزر موديل هنبدأ نعمل بقى هنا الويزر موديل. دي الويزر موديل طب هنا ويزر موديل او ويزر بس هيساوي ويزر ريبو. بس الاول هنا نيجي هنا كده هوت ونستخدم هنا الويزر ريبو. الويزر ريبو هنا هنقول هنا ويزر ريبو، وهنستخدم كمان الويزر بلوك. هنقول ان هو ايه، هنستخدم هنا مثلا this dot ويزر ريبو، بقيت استخدمه في الكونستراكتور بتاع الكلاس، بس ابقى ضامن انه داخل هنا. وهنا بقى بعد كده اقول ويزر ريبو دوت جيت ويزرد، وندخل السيتي هنا بقى ايه في الكود. عشان نجيب السيتي دي هنا لازم نطلع عند الفيتش ويزر، نبدأ نكتب بقى كود في الجلب الويزر من هنا هوت. فمثلا نقول هنا فاينل، وهنا سيتي، ونعمل كونستراكتور هنا ونقول هنا this dot city، ونبدأ نوفررايد ميثود هنا. نعمل هنا كده جنريت، ونختار هنا اوفررايد ميثود، ونختار الليست اوبجكت، وهنا هنقول هنا بي ريتيرن والميثود بتاعتنا ديت، وهنا سيتي بالظبط كده. نيجي هنا بقى هنقول هنا event dot city بس كده. وطبعا ما ننساش هنا ايه الاويت عشان ايه ما يفش مننا. وبعديها على طول نستخدم يلد مرة تانية، ونستخدم ونحط هنا في الكونستراكتور بتاعه هنا ايه الويزر بتاعنا، بس هو غالبا هيرفض لان احنا لسه ما عملناش الكونستراكتور بتاع الويزر از لودد. هنعمل هنا فاينل ونحط فيه هنا ويزر اندرسكور ويزر، ونستخدم هنا دوت ككونستراكتور زي ما عملنا مع الكلاس الاولاني. ونحط هنا this dot wizard، وهنعمل اوفررايد للميثود بتاعت ايون دي بتاعت الجيت بوب، ونحط فيها الريتيرن فاليو اللي هو الويزرد دوت اهو. وبكده يبقى هتلاقيه هنا ايه اويت دوت ويزرد، ويقبل العمليه ايه بتاعتنا. طيب لو فشل ان هو يرجع الويزرد من الويزرد تريبو، فنعمل كاتش ليه هنا هوت، وعشان ما ندخلش هنا حاجه فيه ممكن نحط اندرسكور. نستخدم مثلا هنا برنت اي اوبجكت الاندرسكور بحيث نحجز مكان فاضي. وهنا نيلد على ايه الويزر از نوت لودد، ويزر از نوت لودد يعني خلاص الطقس ما يرجعش.
ده بعد التراي كاتش بتاعتنا. ده هنا الاف، هنا خلاص كده هنبدأ نعمل else else if ال event dot ال event لسه event هي equal is read wizard is reset wizard، يبقى هنا هيلد على reset wizard على هنا wizard is not searched ديت. لو قرا الويزارد او لسه بيقرا في هيدنج مثلا على السيرفر او اتاخر، يبقى احنا كده ماشيين ايه مظبوط، وعملنا البلوك بتاعنا البلوك كلاس بتاعنا بالكامل اهوت عشان نبدا نفيتش منه الداتا. الى هنا بينتهي حلقه النهارده، واتمنى اللي عنده استفسار من اي نوع يسيبه في الكومنتس بوكس. وانا عارف ان الناس هتبقى تايهه في الموضوع دوت، بس هو يعني انت لو ركزت فيه هتلاقي ان انا بدخل هنا ايفنت اللي هو الايفنت بتاعت الريد والرايت والحاجات ديت، وبدخل هنا الاستيت، وكل ايفنت من دول بنفذ، ولما بيحصل حاجه عن طريق الميثود دوت. ودي الطريقه اللذيذه السهله في التعامل مع اي بي اي من داخل. هنا بحدد الايفنتس، وهنا بحدد الاستيتس، ماشي، وببعتهم كلاسز كلها واخده من الاكيبل، ماشي، بحيث ان هو لما يتعامل معاهم يبدا يرد عن طريق الكلاسز ديت، ماشي، في الايه في الستريم دوت ويزر ستيت، لان هو الويزر ستيت دوت هو المحطوط هنا اهوت عندي. في النهايه يا ريت اللي عنده استفسار من اي نوع يسيبه في الكومنتس بوكس تحت الفيديو، ويا ريت الناس تعمل سبسكرايب للقناه وتشير الفيديو دوت في صفحات التواصل الاجتماعي. في النهايه اتمنى للجميع التوفيق. كان معكم مبرمج احمد محمدي، والى اللقاء في الحلقات القادمه.